فتيحة النسب ديالي نسب رموحي السنة ديالي عمري 20 سنة كنت كنقرا في مدرسة إمام علي في ثانوي إعدادي ثالثة إعدادي وكنت كنقرا في تاسعة وملي دوبلت عام صافي عاود ثاني العام وما قديتش نصبر نعاود حيت المدارس الناس اللي كيقراو في المدرسة كيشوفوا فيا نشوفها خايبة حيت ما قدرش نصبر معاهم ما قدرش نكمل نقرا على قبل هذا الشيء حيت الشوفة ديالهم خايبة وكيبداو يضحكوا عليا ويعيروا فيا ويشوفوا فيا طريقة وحشية وخايبة صافي ومن بعض المرات ملي كنهبط بعض المرات ملي كنهز الدروج كيدفعوني ما كيحترمونيش وما كيشوفونيش ك ك كمعاقه كنعيش هانيه ومكمله معاهم ان شاء الله مشاركه معاهم في حمل الاثقال والعاب القوى وفرحانه ملي مشاركه معاهم في العاب القوى والحمل الاثقال كون ما كانش هاد الشيء راه نقعد في الدار حيت ما عندي ما ندير ومكمله معاهم وبطولة ما بقى والو حتى شهر 6 ان شاء الله ونكمل معاهم باش نشد ميدالية البطولة ان شاء الله. الهدف ديالي هو بين نكمل معاهم وبين نفوز في العاب القوى وبغيت نفوز وخا ما نفزش ما يبقاش فيا الحال حيت عندي احساس وبين ندير اكثر من جهدي ونعطي اكثر من جهدي باش نخدم ونعطي القوة ديالي باش نخدم ونكمل معاهم وبنشارك في هذا الشيء حيت عاجبني بزاف وعايشة معاهم كأخوة. كنقول الناس اللي عندهم احتياجات خاصة يكملوا يستمروا يقراوا ما تدواش بنادم وما تسوقوش كملوا واستمروا وخلي اللي بغى يقول وصبروا والله يهديهم الناس اللي كيشوفوا فينا طريقه خايبه. بنوجه تحيه الناس اللي ساعدونا وعطاو اكثر من جهدهم وعطاوهم اكثر من جهدهم وكنشكرهم بزاف وكنشكر اللجنه وكنشكر المدير رئيس الجمعيه سي الزاوي احمد الزاوي اللي دخلني في جمعيه وبنكمل معاهم.